بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 6 حاجات بحتاجهم وانا شغال على الكمبيوتر بشكل دوري، واكيد برضو حضرتك بتحتاج لهم وبتبدأ انك تبحث عنهم على الانترنت. اول حاجة معانا وهي السكرين شوت. ازاي اقدر اعمل سكرين شوت للشاشة اللي موجودة دلوقتي قدامنا او جزء منها؟ عشان نقدر نعمل سكرين شوت سواء كنا واقفين على الويندوز او واقفين على اي متصفح زي ما احنا شايفين كده دلوقتي قدامنا، بنضغط على شيفت وويندوز واس، شيفت وويندوز واس. طبعا زرار الويندوز اللي هو موجود ما بين الالت والكنترول على الشمال تحت خالص جنب المسطره، الالت والكنترول ما بينهم زرار الويندوز، بنضغط على شيفت وويندوز وحرف الاس، وبنقدر ان احنا نختار الشاشه كلها او جزء منها. فانا طبعا هختار الجزء ده دلوقتي كده وهعمل له سكرين شوت. بعد ما بسيب كده بيعمل له سكرين شوت. هو طبعا ما اشتغلش معايا دلوقتي لان انا فاتح برنامج اخر بيسجل سطح المكتب، فمش هينفع برنامجين يشتغلوا مع بعض. لكن لو حضرتك عملت الحركه دي، ضغطت على زرار الشيفت والويندوز والاس، هيظهر معاك بهذا الشكل. بتقدر انك كده تعمل بقى سيف لهذه الصوره ازاي؟ بتيجي هنا على علامه الديسك تضغط عليها، وبعد كده تختار المكان اللي هتحفظ فيه وتكتب اسم الفايل سكرين شوت، وبعد كده تضغط على زرار السيف، وبعد كده تقدر انك انت تفتحه كده زي ما احنا شايفين دلوقتي. فتح معانا الصوره، نقدر ان احنا نعدل عليها، نقدر ان احنا نبعتها لحد، نقدر نعمل فيها اي حاجه بقى. خلاص سكرين شوت عاديه جدا زي اللي ناخدها على الموبايل. تاني حاجه معانا وهي الايموشن. ازاي بنقدر نجيب الايموشن على الكمبيوتر؟ لو فتحنا كده ملف الوورد اللي موجود دلوقتي قدامنا وبنكتب بقى فيه باي لغه، سواء كانت اللغه العربيه او اللغه الانجليزيه كده، بنكتب كده اي حاجه، وحابين ان احنا نضيف الايموشن على الملف الموجود دلوقتي قدامنا، بنروح برضو على زرار الويندوز اللي هو ما بين الالت والكنترول والدوت او الزين، حرف الزين زي ما احنا شايفين كده دلوقتي قدامنا، نقدر ان احنا نستخدم الايموشن اللي احنا عايزينها. لكن طبعا بتظهر بنفس اللون اللي احنا بنكتب بيه. يعني لو اخترنا مثلا لون تاني، اخترنا مثلا ان احنا هنكتب لون الكتابه يكون باللون الاحمر، وحبينا ان احنا نستخدم بقى الايموشن دي، بنيجي كده نضغط عليها بتظهر معانا بهذا الشكل. بنجيب منين الايموشن؟ بنضغط على زرار الويندوز والدوت او الزين. نقدر كمان نستخدم الايموشن دي لو احنا فاتحين اي، يعني اي حاجه اي برنامج تاني غير الوورد. يعني لو رحنا مثلا على التكست الموجود دلوقتي قدامنا وحابين نستخدمها، بنقدر برضو ان احنا نجيبها ونستخدمها اي مكان بقى في الكمبيوتر، نقدر نستخدم عليها هذه الايموشن عن طريق الضغط على الويندوز والدوت. ثالث حاجه معانا وهي تنظيف الدرايف، كلين الدرايف. يعني ايه نقدر نعمل كلين للدرايف؟ يعني لو مثلا رحنا على البي سي، فتحنا كده زيس بي سي، هنلاقي عندنا السي فيها 27.7 جيجا بايت فري. عندي دلوقتي 27.7 جيجا بايت فري، نحفظ الرقم ده كويس، 27.7 جيجا بايت. حابين ان احنا ننظف السي، ازاي هنقدر ننظفه؟ بنيجي بنضغط على زرار الويندوز والار، بتظهر معانا الشاشه اللي موجوده دلوقتي كده قدامنا دلوقتي، بنكتب فيها كلين ام جي ار، كلين سي ال اي اي ان ام جي ار، وبعد كده بنضغط على اوكي. بتظهر معانا الشاشه دي، بنقدر نختار الدرايف اللي احنا عايزين نعمل له بعض التنظيف كده، عشان لقينا المساحه بتاعته بقت مزحومه جدا وحاسين ان في ملفات مش محتاجينها داخل هذا الدرايف. فانا مثلا اقول له السي ماشي مفيش مشاكل خالص، اوكي، وبعد كده اضغط على الاوكي. هيظهر معانا طبعا زي ما احنا شايفين بيعمل كالكوليت كده في ثواني معدوده، وبتظهر معايا بقى الشاشه الموجوده دلوقتي قدامنا. لو جينا كده اخترنا بقى كل الاختيارات الموجوده داخل هذا الملف او الشاشه الموجوده دلوقتي قدامنا، بنضغط عليها كلها، وهنا بيقول لنا ان احنا ممكن نعمل تنظيف لحوالي 1.78 جيجا بايت. يعني هيشيل حوالي 1.78 جيجا بايت بعد ما علمت عليهم كلهم. اقول له اوكي، احنا دلوقتي 27.7، هنقول له اوكي، هقول ديليت فايلز، هيبدا في عمل كليننج زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، وهنشوف بقى 27.7 هتوصل كام بعد ما يخلص كليننج الدرايف. زي ما احنا شايفين ال 27.7 بقت 29.3 فري، يعني زود لنا طبعا يعني حوالي 1.7 جيجا بايت زي ما قال بالظبط، وتشاله من الدرايف بتاعنا عشان نقدر ان احنا نستخدم الكمبيوتر بشكل اسهل شويه. رابع حاجه معانا وهي قفل الجهاز. ازاي نقدر نقفل الجهاز لو احنا فاتحين اكتر من حاجه؟ يعني زي ما احنا شايفين كده دلوقتي انا فاتح البرنامج ده، وفاتح الاستريتور، وفاتح البرنامج اللي بسجل بيه، وفاتح الوورد، وفاتح متصفح جوجل كروم، وفاتح متصفح فايرفوكس، كل ده مفتوح على الكمبيوتر. ازاي اقدر اقفل الكمبيوتر دلوقتي؟ انا لو حبيت ان انا اقفل الكمبيوتر دلوقتي طبعا مش هيقفل معايا بسهوله، هيفضل ان هو يعني هيهنج، هيفضل يقول لي في برامج مفتوحه. عشان تقدر تقفل الكمبيوتر بسرعه هتدوس على الت واف 4، الزرار بتاع الت واف 4، الت الموجوده تحت جنب المسطره، والت اف 4 الموجوده فوق خالص جنب اف 1 واف 2 واف 3 واف 4، تقدر تضغط عليهم هيقفل الكمبيوتر بشكل سريع.
خامس حاجة معانا وهي إزالة البرمجيات والملفات اللي ملهاش أي قيمة على الجهاز عشان تقدر تزيل هذه البرمجيات، لأن طبعا في بعض البرامج بتنزل عندنا على الكمبيوتر بدون رغبتنا وإحنا بنسطب أي حاجة بتنزل معانا أوتوماتيك، والبرامج دي بعضها بيكون برامج تجسس أو برامج هاك للكمبيوتر بتاعك، بتضر الكمبيوتر وبتبطئه وبتخلي السرعة بتاعته مش كويسة. إزاي بتقدر تزيل هذه البرامج وبتزيل الملفات برضو اللي ملهاش لازمة على الكمبيوتر؟ بتيجي تضغط على زرار الويندوز وحرف الار زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، بتظهر معانا شاشه الرن، بنكتب فيها الامر MRT وبعد كده بنقول له اوكي. بيبدا الكمبيوتر يجيب لك بعض الاختيارات، بتختار اي واحد فيهم عشان تعمل اسكان للكمبيوتر بتاعك عن طريق الويندوز. طبعا ده مش برنامج خارجي، ده برنامج جاي مع الويندوز. بتقدر انك انت تعمل اسكان للكمبيوتر بتاعك وبيجيب لك اسماء البرامج اللي ملهاش لازمه او البرامج اللي من وجهه نظر الويندوز برامج سيئه لازم حضرتك تزيلها او انك انت تفحصها بانتي فيروس عشان تتاكد ان البرامج دي سليمه ما فيش فيها اي مشاكل وما فيش فيها اي برامج هاكر او تجسس. وكمان في عندنا الامر اللي هو بتضغط على الشيفت ورقم 5 علامه في المية وبعد كده تكتب تيمب زي ما احنا شايفين كده دلوقتي قدامنا، تيمب TEMB كلها حروف كابيتال، وبعد كده تضغط تاني على شيفت وعلامه في المية عشان تظهر معانا بهذا الشكل، وبعد كده بتقول اوكي. بيدخلك داخل الكمبيوتر، كل الملفات دي لازم تمسحها. طبعا حضرتك انا لسه يعني طبعا بمسحها دوريا على طول، يعني تقريبا كل اسبوع بمسحها عشان ما تهنجليش الكمبيوتر وتاخد مساحه على الفاضي. كل الملفات دي ملهاش اي قيمه على الكمبيوتر، وطبعا دي كلها مش قادر امسحها لانها كلها دلوقتي مرتبطه بالبرامج اللي مفتوحه والمتصفحات اللي مفتوحه تحت قدامنا. سادس واخر حاجه معانا، لو حضرتك بتستخدم الفلاشه بشكل يومي وزهقت من الصوت اللي بيظهر لك زي الصوت ده كده دلوقتي، الصوت ده ممكن حضرتك تقدر تغيره ازاي؟ عن طريق انك انت تروح لكنترول بانل تضغط عليها، وبعد كده بتروح على هاردوير اند ساوند تضغط عليها، وبعد كده بتروح على ساوند تشينج سيستم ساوند تضغط عليها. هتظهر لنا الشاشه اللي موجوده دلوقتي قدامنا. بنيجي هنا نبحث عن فين بقى ديسكونكت ديفايس كونكت وديفايس ديسكونكت، دول كده دلوقتي هما الاثنين. لو دقيت كده على ديفايس كونكت وتو براوز اقدر ان انا اختار اي صوت، بس لازم يكون بصيغه ال WAV. فاجي مثلا على الداونلود واقول له الصوت ده كويس انا عاجبني وكده، اعمل له تيست واقول له ابلاي كده خلاص. لو جيت بقى اضيف اي جهاز تاني، طبعا لما اجي اشيل اي فلاشه او اي هاردوير من الكمبيوتر، ده صوت الويندوز الطبيعي وده كده صوت الاضافه. دي طبعا حاجه مش مهمه قوي، بس حاجه كده يعني تغيير عشان لو حضرتك زهقت من الاصوات اللي موجوده عندنا على الكمبيوتر. طب ازاي بنقدر نحول اي صوت لويف؟ عشان تقدر تحول اي صوت لويف بتروح على الموقع اللي موجود دلوقتي قدامنا، وبتجيب اي صوت MP3 وتقول له هنا اختار ملفات، تختار ال MP3 وتقول له حولها لي لويف. يقدر في ثواني معدوده ان هو يحول لك هذا الملف الى ويف عشان تقدر تستخدمه في اي حاجه بقى. لو حابب انك انت تغير اي حاجه في الكنترول بانل اللي موجود دلوقتي قدامنا هنا كده، لو حابب انك انت تخليه يقفل الويندوز بصوت، لو حابب ان هو يفتح الويندوز بصوت اخر غير الصوت اللي حضرتك بتسمعه، تقدر انك انت تغيره. زي ما احنا شايفين هنا كده، لو جينا على ديفايس ديسكونكت لسه زي ما هي وقلنا له براوز، هيدخلنا داخل الكمبيوتر على الويندوز وميديا، ودي الاصوات اللي موجوده داخل الكمبيوتر. اتمنى الست حاجات اللي اتكلمنا عنهم في الفيديو بتاع النهارده يكونوا اضافه لحضرتك وتقدر تستفيد منهم. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.